طيب السوبر الافريقي كده اتاجل خلاص، الكاف يعلن رسميا تاجيل السوبر الافريقي لاجل غير مسمى. ليه؟ الترجي امبارح اعلن هو بطلا لدوري ابطال افريقيا، هو الطرف الثاني في هذه المواجهه امام الزمالك، ولكن الوداد يحق له الاستئناف خلال ثلاثه ايام. خلال ثلاثه ايام يعني احنا بنتكلم في فرصه اخرى للوداد للفوز بالمباراه او اعاده المباراه او انه ياخد حق في انه يقدر ياخد البطوله في اي لحظه، حتى لو ده نظريا قائم فهو ممكن يكون عمليا مش قائم، ولكن لازم الاتحاد الافريقي يصبر شويه على مباراه السوبر، وبالتالي هو اجلها. الاتحاد الافريقي اجل المباراه اللي كان مقرر ليها يوم 16 او 17 او 18 من الشهر الجاري، وبناء عليه الزمالك هيبقى عنده فرصه اكبر شويه انه يستعد لهذه المباراه، عنده فرصه اكبر انه يشوف المدير الفني الاجنبي ويشوف اللاعبين ويخش مباراه السوبر بشكل افضل. انا شايف ان القرار ده مكسب لنادي الزمالك قبل كمان ما يكون مكسب للترجي او حتى في اضعف الظروف مكسب للوداد. أكيد كل ما تتأجل لمباريات إفريقية كمان لنادي الزمالك تحديدا هتكون فرصة بشكل أكبر إن هو ظهوره في مباراة مهمة، مباراة على بطولة أكيد زي السوبر الإفريقي، وأكيد أمام خصم سواء بقى كان النجم الساحلي أو سواء كان الترجي التونسي أو الوداد المغربي، أيا كانت إلا المنافس هيكون مين، أكيد هتكون بمثابة مباراة قوية ومهمة. فبالتالي أكيد كل ما يتأجل لنادي الزمالك في الأيام بشكل أكبر أكيد هيكون عنده فرصة إن المدير الفني يكون جه وقعد وقت أكتر وقدر إن هو يوصل لأفضل شكل ممكن يدخل بيه مباراة على بطولة زي مباراة السوبر الإفريقي.